شفت اخبارنا المتنوعه من عند نادي الاسماعيلي اللي بيختتم الفريق نادي الاسماعيلي يوم الثلاث النهارده استعداداته لمواجهه الجونه المقرر ليها الساعه 5:30 العصر بكره الاربعاء باستاد الاسماعيليه ضمن منافسات الجوله العاشره لمسابقه الدوري العام، ويخوض الدراويش مرانه الاخير على ملعبه، ثم يعلن الجهاز الفني قائمه المباراه اللي هتدخل معسكر مغلق استعدادا للمباراه. ويحصد الاسماعيلي 3 نقاط من 9 مباريات خدها بمسابقة الدوري، خسر 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات ولم يحقق الفوز، وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقى شباكه 13 هدفا. وبيتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول في المسابقة عندما يلاقي نظيره الجونة يوم الأربعاء بالجولة العاشرة للهروب من مراكز القاع، متسلحا بالصفقات الجديدة اللي أبرمها في الانتقالات الشتوية الماضية. وربط مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرار الإفراج عن المستحقات المالية المجمدة لفريق الكرة بتحسين النتائج خلال الفترة المقبلة وتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري. ويقرر مجلس الإسماعيلي إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بجانب توقيع غرامة مالية بسبب سوء نتائج الفريق خلال الأونة الأخيرة ضمن منافسات الدوري العام. وبيجي هذا القرار لإرساء مبدأ الثواب والعقاب داخل الفريق، خاصة إن إدارة النادي حرصت على تقديم كل الدعم للاعبين بعد التأهل لنصف النهائي بكأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة إلى رصيد مكافأة مضاعفة لتحسين نتائج الدراويش خلال المسابقة المحلية.